عايز اسيب باريس شويه واجي على مصر معاك يا استاذ حمدي واسالك سؤال مباشر، هو الدوري خلص؟ يعني اكلينيكيا 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 خلص طبعا للنادي الاهلي، ويعني انا عايز اقول انه الاهلي محتاج طبعا رقميا 7 نقط علشان يتوج بالدوري، لانه خلاص يعني حتى لو بيراميدز كسب الثلاث مباريات اللي فاضلين له النادي الاهلي لو تساوى معاه بال7 نقاط اللي هياخدهم خلاص المواجهات المباشره تحسمه للنادي الاهلي. فطبعا بالظبط، فهو اكلينيكيا خلص للنادي الاهلي، كوره فيها كل شيء طبعا، لكن احنا بنتكلم على مستوى، وبنتكلم كمان على نقطه مهمه جدا ان بيراميدز كان ماشي كويس قوي قوي لحد ما واجه المنافس المباشر اللي هو النادي الاهلي، وكمان لما نافس الزمالك، ما هم دول الفرقتين اللي الفرقه اللي لما بتقدر تكسبهم ممكن تنافس على الدوري. صحيح. فبيراميدز لا كسب الاهلي ولا كسب الزمالك، يعني حتى الزمالك مش في افضل حالاته، ومع ذلك بيراميدز ما كسبش الزمالك السنه دي. فازاي فريق عايز ياخد الدوري لا يكسب اهلي ولا زمالك؟ مساله صعبه جدا. يعني فوز الاهلي بالدوري هذا الموسم اللي هو فاز بيه اكلينيكيا زي ما حضرتك اتكلمت، ده عن كل استحقاق وجداره؟ انا شايفه انه عن جداره كامله، وانه بيراميدز الحقيقه قدم موسم كويس قوي، لكن لو بصينا حتى للارقام بتاعه بيراميدز من اول ما تم تكوين الفريق او تغيير اسمه من الاسيوطي الى بيراميدز، هنلاقي ان بيراميدز تقريبا بياخد المركز الثالث او الثاني بنفس عدد النقاط تقريبا، بس ما بيوصلش ليه للاخر. لا بيوصل للمنافسه. ليه؟ لا بيوصل للمنافسه في اسباب، بس بيوصل للمنافسه. ولو جبنا الموسمين الاخيرين على وجه التحديد هتلاقي ان تقريبا شباب الموسمين الاخيرين لبيراميدز المقارنه بيراميدز كان واخد 73 نقطة 71 نقطة اللي هو نفس المعدل تقريبا. في حاجه بس المساله بتتوقف على ظروف الاهلي والزمالك. لا في حاجه تاني كمان يا حمدي، مواصفات البطل. ما ده لسه كريم بيسالني عليه، لسه كنت هقول له البطل هو ايه؟ النفس الطويل اللي بيوصل لاخر نقطه هاي في السباق. صح. لكن انت ما عندكش غير ناديين بس عندهم نفس الطويل ومواصفات البطل، اهلي وزمالك. اهلي وزمالك. طيب انا عايز اسمع منك برضو اسباب يا استاذ حمدي، ليه بيراميدز بيبقى قريب جدا؟ وبالمناسبه انا قلت الكلام ده امبارح واول امبارح كمان، انه بيراميدز مشكور انه ترك للدوري طعم هذا الموسم. طبعا. لو بيراميدز كان بعيد عن المنافسه الدوري ده في ظل ابتعاد الزمالك عن المنافسه كان الاهلي هيخلصوا بدري، المراكز اللي اتحسمت افريقيا، وحتى الصراع في الهبوط مش قوي جدا تحت كمان ملامحه باينه، فبيراميدز خلى طعم للدوري للحظات الاخيره. صحيح. يعني ليه بيراميدز مش قادر ياخد بطوله؟ انا دايما بشبه بيراميدز اوروبيا بباريس سان جيرمان، فريق عنده امكانيات ماديه ضخمه جدا، اي لعيب بيراميدز عايز يضمه الاداره بتجيبه باي مبلغ. اللعيب لما بيلاقي انه تقريبا واخد كل فلوسه مقدمه الحافز بيقل عنده. هو كده كده واخد فلوسه، لعب ما لعبش، يعني مثلا لعيب زي رمضان صبحي العقد بتاعه ما فيهوش نسبه مشاركه، هو كده كده ضامن فلوسه. صحيح. ودي مساله مهمه جدا. صحيح. فدي نقطه. صحيح. نقطه ثانيه اكثر اهميه ان ما فيش جمهور. يعني انت بتدور على جمهور، بتحاول ان انت تجيب جمهور باي وسيله، وكلنا شفنا طبعا مشهد يعني انا بعتبره من النوادر، يعني انه ناس ما كانوش لاقيين من جمهور الاهلي تذاكر علشان يدخلوا المباراه، فخدوا تذاكر من اداره بيراميدز ودخلوا في المدرجات بتاعه بيراميدز، وبعضهم كان لابس تيشرت بتاع الاهلي تحت وتيشرت بيراميدز فوق، وبعدين خلعوا التيشرت بتاع بيراميدز وابتدوا يشجعوا الاهلي. ففريق بلا جمهور اعرف ان هو المساله بالنسبه له صعبه جدا. صح. ان هو ينافس فرق جماهيريه وشعبيه. صح. زي الاهلي والزمالك. صح. فدي نقط مهمه قوي كمان لما نقول انه فريق زي النادي الاهلي او فريق زي الزمالك عندهم اعلام قوي، الاعلام برضه عنصر مؤثر جدا. ممكن جدا يرفع من معنويات فريق ولاعبين ومدرب، وممكن لو ما فيش اعلام قوي يساند تبص تلاقي الفريق ما عندوش حافز. صح. فدي كلها عوامل بتنقص بيراميدز الحقيقه. صحيح. ومخلياه بينافس وبيعمل بيقرب كويس، بس مساله انه ياخد البطوله مساله صعبه. صح. صعب. صح.